في نبي نواف بن عقاب نختم معه. تفضل. انا اختلف مع سعد الطويل في نقطة انه مثلا يتكلم عن المتسابقين او ما شابه. معلش اذا 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 تكلم كل النقطة كل نقطة احنا ما نبرر انفسنا، ولكن اذا مثلا عادل بن هيب اخطا على متسابق الف، يجي متسابق الف يطلع على كفش الروم وابو حزام ما هو مانع يقول تراك اخطيت علي في الشيء الفلاني كيت 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 كيت, كيت ويفند وانا افند والحكم للجمهور، اذا كان يستحق مني اعتذار بعتذر له، وان كان هو مخطئ علي يعتذر لي عادي. انت يا سعد الطويل في مره من المرات جيت هنا انت قلت انتم حقاد ما انتم نقاد، قلنا شيء كبرنا الدنيا قاعد ما الدعوة بسيطة، الرجال الجبل ما يحركها شيء. ممكن المتسابقين الفكرة المتسابقين يجون سعد ويشتكون يا هذا لا المتسابق له لسان الله المتسابق دقيقة بمصوص معلش معلش المتسابق اللي ما يقدر يطلع ويصعد على منصة الكفش الروم ويدافع عن نفسه ويتحدث بما يملي عليه قلبه وعقله ممتاز ويخلي الناس يتقدمون ويدافعون عنه لا يستحق انه يتواجد، لا يستحق انه يتواجد في مسابقه فيها اكثر من 34 كاميرا. قويين ابو مشعل، ابو مشعل هل ردان احد من المتسابقين اذا يبغى يجي في الغرفه؟ صراحه تعاملك انت يا سالم حزام يجي يتكلم اي المجال مفتوح للنقاد وللمتسابقين، سالم يوقف مع المتسابقين وكذلك على كرسي النقد، رغم انه يضغط عليهم احيانا هو محمد منصور كذلك نقده لاذع، ولكن هذا كل شيء ترى المصلحة المتسابق، وبتشوفون الكلام هذا بعدين. اذا جلسوا الشباب يطبطبون ويقولون فلان والله مبدع وفلان والله نجم وفلان والله ما قصر وفلان اللي ما فيه ما يخطيه، كل واحد رقد وهم صح. على هذا النقد بدا البرنامج يتحرك وبدت الامور تزين وبدت المشاهدات ترتفع، فهذا لصالح المتسابقين اللي جالس يصير سواء من محمد او من سالم او من عادل او مني انا. طيب دقيقه سالم نواف تفضل. انا اعلن تحدي. تفضل. اعلن تحدي حقك. للجمهور للمتسابقين للاداره لحتى زملائي، اي واحد بيجيب لي مقطع انا يا محمد منصور وجهت اساءه، طبعا انا في النهايه ترى ما لي مسؤول عن اثقف الجمهور، انا ما لي راح اعلم الجمهور كيف النقد وكيف هذه ثقافة لهم عادي، اذا كان بعض الجمهور عنده شوي قصور في هذا الجانب انا ما لي مسؤول. مسألة تجيني عشان قلت فارغ تقول انا اسأت؟ لا غلط لذلك ما مي بساء يا اخي، انا اتكلم فارغ كمحتوى يا اخي، احنا قاعدين نعيدها كل يوم وحنا نقول لكم احنا ما نتكلم كشخص، نتكلم على محتوى، محتواك فارغ ما فيها اساءة ما فيها عيب ما فيها غلط صح. يا ناس تثقفوا وتعلموا، النقد في نقد لاذع، في نقد بطريقة كوميدية، في نقد بطريقة، هذه أنواع حنا قاعدين نقدم لكم الآن من كل يعني، وهذه تشكيلة بدون مزح وبدون صدق نتكلم جد كمدرسة، يوم نقول سالم مدرسة نقد حديثة هو يعي ما يقول، لأن عندنا في أنواع مو كلهم على طريقة واحدة، لو كلنا نتهجم كان خرب البرنامج، بس عندنا ها قبل أمس شايفين أبو هذال كان هو لاذع نقده قوي، بس قبل كيف كان أنا مع نواف عقاب بعد، فهذه أشياء لازم تعرفون فرق بين الإساءة. أي متسابق أي واحد من الجمهور يجيب لي مقطع أو يجيب لي شيء فيه إساءة لشخص المتسابق، والله لا أعتذر وأبرك له بالأربع، ببرك له بالأربع باعتذار، هذا حق، وأنا ماني بخطي على الرجال. سعد الطويل غلطت علي يا سعد، وأنت اللي دخلوك مثل ما دخلوا عبد العزيز المغير، يدخلوه عنهم أحرجوك ذا الحين، لأني أنا طالب المتسابقين بعد شوي اللي يقول اني انا اسأت له يجينا بكره في الكفش الروم. كلام انت بكره الجمعه يجينا يوم الاحد يطلع على الكفش، بعد شوي البث يطلع كل واحد يقول محمد منصور. لا 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 ما نسمع، يجينا بكفش الروم الغرفه الوعد الوعد الاحد، ولا احنا متكلمين. تحدي للمتسابقين على جمهورهم على فرق دعمهم، طلعوا مقطع فيه اساءه او تجاوز على المتسابق، تجيب لي كلمه اني قلت فارغ ما فيها مشكله، تجيب لي كلمه اقول كلامك سخيف هذا رأي، انا كلام سخيف ما قلت فلان سخيف، او هذه أشياء يليت إذا في صدق يطلعونها. نواف عقاب جاهز آخر محور الحصار.